الإبداع عنوانهم والتميز هدفهم. هن طلاب الدفعة الثانية من برامج العلوم الطبية الحيوية يلي هن من نتاج المركز الوطني للمتميزين، واليوم خريجي الدفعة الثانية عم يقدموا مشاريع التخرج ضمن المؤتمر العلمي الأول، حاملين أملهم بالتطوير العلمي والبحثي بسوريا. لنتعرف أكثر على الهيكلية العلمية للبرامج الأكاديمية بسرنا أن نرحب بالدكتور محمد عامر مارديني، مدير البرامج الأكاديمية في هيئة التميز والإبداع، والخريجة لما أبو عيسى، خريجة الدفعة الثانية من برنامج العلوم الطبية الحيوية. يسعد صباحكم. يا صباح خيرات. صباح يا أهلين. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. صباح العلم والمعرفة بوجودكم اليوم ضمن صباحنا. إن شاء الله. دكتور، بالبداية خلينا نتعرف أكثر على الهيكلية العلمية والبحثية للبرامج الأكاديمية. طبعاً البرامج الأكاديمية هي إدارة جزء من هيئة التميز والإبداع اللي بتضم ثلاث قطاعات، القطاع إدارة البرامج الأكاديمية، وفي إدارة الأولمبياد العلمي، وفي مركز وطني للمتميزين اللي صار بيعرفوا الشارع السوري كلياته. تماماً. طبعاً هي الهيكلية بيحكمها مجلس إدارة. الآن نحن في إطار تطوير تحويل مجلس إدارة إن شاء الله قريبا إلى مجلس أمناء، يلي هو بخط استراتيجية هالقطاعات الثلاثة ومنها إدارة البرامج الأكاديمية. إدارة البرامج الأكاديمية هي عمليا عم تاخذ مخرجات المركز الوطني للمتميزين وتدخلهم في برامج خاصة فيهم. هالبرامج متوزعة بالجامعات السورية وبالمراكز البحثية. الحقيقه هالبرامج في عدد معين من الطلاب اللي بيتخرجوا منها بيتابعوا دراستهم ان شاء الله لاحقا في درجه الماجستير والدكتوراه خارجا، ليعودوا باذن الله مشروع بحث علمي متميز في سوريا. نعم دكتور، رح ننتقل للمشاريع، رح ننتقل لعندك لما تخبرينا عن مشروعك العلمي اللي قدمتيه. هلا انا مشروعي بعنوان دراسه تقييم التعبير الجيني لجينات البكي بيسري عند مرضى الابيضاض. هلا اهم كلمه بالعنوان انه عند مرضى الابيضاض في سوريا، انه انا اليوم بفخر اقول انه نحن صرنا عم ندرس هيك قصص جزيئيه عند شريحه معينه اللي هي المرضى عندنا، يعني مو باي مرضى ثاني غير ببلدنا نحن. هلا هي كانت اللي بحب اقوله كمان انه هي دراسه اول مره بتندرس بالابيضاض هون وبرات البلد. نحن اخذنا الجين اللي عم يندرس بعده امراض وشفنا انه ابيضاض الدم او سرطان الدم كثير منتشر عندنا بالبلد، فقلنا نحن فينا نحن ندرسه كونه نحن المعنيين بالدرجه الاولى بهيك شيء، ورح نستخدمه ان شاء الله كمشعر انذاري لنقدر نتنبأ بحاله المريض مستقبلا. نعم ان شاء الله. اكيد كل التوفيق لك. لما دكتور، يعني الاختصاصات ضمن البرامج الاكاديميه على اي اسس انوضعت، وهل في فكرة لزيادة الاختصاصات وفتح اختصاصات جديدة؟ طبعا هذا مشروع عمره الآن 7 سنوات. نحن من 7 سنين كان في اجتماعات مكثفة بوزارة التعليم العالي والهيئات البحثية لوضع خارطة خلينا نقول لاختصاصات موجودة غير موجودة أساسا في سوريا، ونحاول ندخل فيها المتميزين، لكنها هي اختصاصات معروفة على مستوى العالم. عن البرنامج مثلا العلوم الطبية الحيوية اللي هو مزيج بين العلوم الطبية والعلوم الصيدلانية والعلوم بشكل عام البيولوجية. هذا البرنامج يلي منه لما خريجة طبعا جديدة إن شاء الله حتتابع دراستها بالماجستير والدكتوراه، بتحتضنه كلية الصيدلة وبيشاركوا فيه مجموعة من الأساتذة سواء من كلية الطب البشري أو كلية العلوم أو كلية الصيدلة. وبالنهاية هالبرنامج بيضم البحث العلمي الطبي خلينا نحكي يلي ما عنا يا احنا موجود أساسا في سوريا، في برنامج علوم الليزر وتقنيات الليزر، أيضا برنامج مهم للغاية بتحتضنه كلية العلوم الآن والمعهد العالي لتقنيات الليزر، كمان عم يطلع لنا خريجين على مستوى عالي اللي احنا في علوم الليزر اللي احنا بنفتقده أساسا. في برنامج الميكاترونيكس يلي ماشي طبعا بتحتضنه جامعة تشرين، هذا من البرامج كمان الكويس، الميكاترونيكس اللي بيجمع علوم ثلاثة الميكانيك والإلكترون الحقيقة عندنا مجموعة من خريجين بيشتغلوا بالروبوتكس يعني بالزراعة الذكية بالقضايا كلياتها اللي ممكن تخدم أيضا الواقع السوري الآن اللي عايشينه نحن من كثرة عدد الجرحى والمصابين والمعوقين. الحقيقة الخريجين إن شاء الله حيساعدوا في موضوع في قضايا الأطراف الصناعية بإذن الله. طبعا في ايضا في عندنا جوينت بروجرامز مع مركز البحوث العلميه في هندسه المواد، في
علوم الحاسوب. الحقيقة اختصاصات متنوعة بس كلها بحاجتها، بلدنا سوريا حاجة كبيرة جدا، هي العالم كله بحاجته، بس احنا بسوريا عم نأسس إن شاء الله لمجموعة بحثية في هذه العلوم تقود سوريا في مجال البحث العلمي إن شاء الله. نعم دكتور، رح ننتقل كمان نرجع للما ونعرف لأي درجة لما اشتركت المسؤولية مع البحث مع الإبداع العلمي عند الطلاب البرامج الأكاديمية، يعني كان في سعي لأنه نطور سوريا علميا. أنا قبل ما جاوبك على سؤالك بدي أقول لك أنه قبل ما أفوت لهون على الاستديو بخمس دقائق كان عم ينسأل الدكتور عامر حول أنه الوضع البرامج وهيك، فأشر علي وقال أنه سوريا ولادة. أنا بدي أقول لك أنه هاي الكلمة من دكتور عامر أو من أي حدا بيأمن فينا وبيوثق فينا بتوقع بتعطي للمسؤولية شيء كتير حلو، شيء ما بيخوف أبدا. هن وجودكم أكيد، أكيد وجود. هلا أنا بس أنه نحن بدنا نوصل لشيء للبلد، أنه نحن العلم لا نو رفاهية ولا نو هيك ترف، العلم نحن بحاجة لنعكس على الواقع لنقدر نرجع على الخارطة كلياتنا. يعني ما فينا حدا يقول انه انا بدي ما إلي علاقة بالتطوير او ما إلي علاقة بالأزمة، نحن بتوقع كلياتنا نحن وانتو كل حدا مو كمتميزين كلياتنا عندنا هي المسؤولية لنرجع نطور ونحسن. فبتوقع انه المركز، تجربة المركز والمتابعة بعدين بالجامعة عطتنا كلياتنا هذا الإحساس. نحن هلا رح ننطلق لبرات البلد وعندنا أساس كتير صح بنفخر فيه، وكلياتنا عندنا حلمنا انه نرجع ونلاقي هالبيئة الحاضنة. نحن وقت اللي اليوم بنناقش مشاريع التخرج بقاعة رضا سعيد مو مشان نجيب الفخر لحالنا او نحن بنحب البروزة، لا، نحن بكل بساطة بدنا نقول لهم للعالم انه انتم فيكم تجوا تحضرونا، نحن بحاجة لثقة المجتمع فينا، نحن بحاجة لثقة كل دوائر الدولة فينا، لانه بالاخير نحن بدنا نشتغل، نحن جزء من المجتمع، نحن بحاجة كلنا نشتغل. معلمكم رح ينعكس على بلدنا اكيد. الكاميرا الاخبارية السورية كانت متواجدة ضمن المؤتمر العلمي الاول، خلونا نتابع كيف كانت الاجواء ونرجع نكفي حديثنا مع حضراتكم. ضمن استراتيجية هيئة التميز والإبداع في رعاية مواهب التميز وتطوير مهاراتها العلمية التخصصية، بدءا من التعليم المدرسي في المركز الوطني للمتميزين انطلاقا إلى التعليم الجامعي في البرامج الأكاديمية، أقامت هيئة التميز والإبداع إدارة البرامج الأكاديمية وبالتعاون مع جامعة دمشق المؤتمر العلمي الأول لبرنامج العلوم الطبية الحيوية، حيث تمت مناقشة مشاريع تخرج طلاب الدفعة الثانية من برنامج العلوم الطبية الحيوية في قاعة رضا سعيد جامعة دمشق. نحن أوفدنا الدفعة الأولى من خلال وزارة التعليم العالي العام الماضي، ونحن بصدد إيفاد الدفعة الثانية. هلأ عددهم 56 شاب وشابة أو طبيب وطبيبة إن صح التعبير. هؤلاء الشباب والشابات إن شاء الله سيتابعون مسيرتهم العلمية حتى يحصلوا الماجستير وشهادة الدكتوراه، حتى يرجعوا ويعكسوا هذا الشيء على وطنهم على بلدهم. هن كلهم باحثين لح يشتغلوا ببرامج بحثية ويرصدوا الحالات اللي بحاجة لتقويم وعلاج. فكرة المشاريع اللي أنجزناها نحن هي فكرة أنه نطلع على الواقع البحثي هون بالبلد والواقع الصحي، مشان لما نحن نطلع عن أنجز برا أو حتى نعرف لما بدنا ناخد المعلومات أو نتعلم بالمجال العملي أكثر نعرف شو القصص الناقصة هون بالبلد حتى نحن نعرف نرمم هيدا الموضوع. يعني مشروعي أنا بيحكي عن بيضادات الدم. بيضادات الدم مثل ما بنعرف هي كتير انه الخباثات الدموية بتشكل كتير عقدة بالأمراض عندنا بسوريا، وكتير نسبة من الناس مصابين فيها ببلدنا. فمشروعنا نحن كتير كتير مهم ليدرس الجينة متعلقة بهذا الأبيضاد، وإن شاء الله رح يشوف حل لهذا الموضوع ويقدم علاج أمثل للطلاب فبرأي للمرضى. مجرد أنه تنظم مؤتمر تعب ناس في سمنوا عملنا أكثر، كتير حاسين حالنا أنه حاملين مسؤولية. أنا عن جد كتير فخورة بالوقفة هون بجامعة دمشق بقاعة رضا سعيد. أتمنى مشروعي بكرة، أنا عرضي بكرة، أتمنى يكون بليق بهي القاعة اللي نحن واقفين فيها، بليق بجامعة دمشق اللي كتير قدمت لنا. التحصيل العلمي للمتميزين لن يتوقف عند الدراسة في المركز الوطني للمتميزين وبعده في الدراسة الجامعية في البرامج الأكاديمية، فالرعاية مستمرة لهؤلاء المبدعين في التميز عبر الإفادات الخارجية وبانتظارهم لمتابعة تحصيلهم العلمي بالدراسات العليا. يعني دكتور بعد ما تابعنا أجواء المؤتمر العلمي رح نطرح سؤال عن مستقبل
هيدي البرامج يعني والطلاب كيف رح ينعكس بحثهم العلمي على التطور الطبي طبعا والعلمي بسوريا؟ طبعا بدي اشير نقطة كثير مهمة في أي مشروع في العالم مو بس عندنا بسوريا. أول قضية بندرسها اللي احنا فرص هذا المشروع، فرص نجاح هذا المشروع. لما بنقول فرص نجاح هذا المشروع كمان أول قضية بتندرس هي توفر الإرادة. إذا بدنا نحكي على الإرادة، الإرادة طبعا الإرادة على مستوى الدولة بنحكي لحنا، الإرادة ما في أعظم من هيك إرادة، لأنه في عناية مباشرة من قبل السيد الرئيس، من قبل السيدة الأولى، نعم، ست أسماء. الحقيقة يلي متابعتهم شبه لحظية، ما حتى ما نقول شبه يومية، لكل قضايا التميز والإبداع بسوريا. ونحن نطمن أول شيء على المستوى الروحي، نقول إنه في عنا إرادة قادرة إنه تصمم لنا لحنا مشروع إن شاء الله مستقبلي لهؤلاء المتميزين. هلا في قضايا كثيرة، في عنا عم نتابع لحنا من خلال مجلس الإدارة، عم نتابع كل القضايا التفصيلية لعودة هؤلاء إن شاء الله بعد 4 سنوات أو 5 سنوات. في بداية في عنا فيما يتعلق بالعلوم الطبية الحيوية، الآن نحن في إطار إحداث حاضنة للعلاجات الخلوية والحيوية، وحيكونوا إن شاء الله المتميزين هن الأساس في الأبحاث العلمية الخاصة كما ذكرت من شوي على موضوع العلوم الطبية. يعني نعطي مثال، في دراسات كثيرة على اللايشمانيا، اللايشمانيا مرض مستوطن في سوريا، وزارة الصحة قادرة تعالج، الجامعات بتاخذ أبحاث أكاديمية، لكن المتميزين حياخذوا أبحاث علمية تطبيقية لمعالجة مثل هذه المشاكل الموجودة عندنا. بشاركهم مثل ما قلنا جماعة الميكاترونيكس، كمان عم نحاول إن شاء الله الآن في إطار مباحثات مع شركة عالمية لأحداث أيضا حاضنة لطلاب الميكاترونيكس إن شاء الله بجامعة تشرين، لاستقطاب كمان الأبحاث العلمية المتميزة اللي بتساعد موضوع إعادة الإعمار بسوريا، وخاصة على مستوى المعوقين والمصابين يلي حكيت عنهم. إذا في عنا خطط الآن عم ندرسها في مجلس الإدارة، أنا بتصوري خلال فترة عودتهم إن شاء الله بيكونوا في استقطاب كامل لكل هؤلاء الخريجين، وإن شاء الله حيأدوا بعلمهم وبتفكيرهم بإرادتهم يأدوا الأبحاث العلمية اللي تحتاجها سوريا إن شاء الله. يعني دكتور دايما بينسأل سؤال أنه طلاب الأولمبياد العلمي السوري أو المركز الوطني للمتميزين هالمبدعين والمفكرين إذا فينا نقول، أنه وين رح يكون مستقبلهم بعد ما يتخرجوا من هالمرحلة هاي؟ بلشت البرامج الأكاديمية، بس أنه دكتور رح يتم إيفادهم للخارج لحتى يدرسوا دراسات العليا، ما هي؟ صحيح، بالتأكيد البروسيس كامل أو المسار واضح بالنسبة لنا نحن خريجين مركز الوطن المتميزين. الأولمبياد اللي بيحب يدخل على البرامج الأكاديمية أيضا حيمشوا لحنا في البرامج الأكاديمية الموجودة في الجامعات السورية، بعد منها حيتابعوا دراستهم خارجا إن شاء الله في الماجستير والدكتوراه، ويعودوا لنا ومشتاقين لعودتهم إن شاء الله باحثين متميزين في سوريا إن شاء الله. في انطرح كمان ضمن المؤتمر دكتور أنه رح يصير في حاضنة علمية بحثية علاجية رح تصير بالبلد عنا، خبرنا أكثر عنا وإمتى ممكن تشهد سوريا هالحاضنة؟ حكيت من شوي نحن بالتعاون مع كلية الطب وبالتنسيق مع رئاسة جامعة دمشق مشكورة طبعا، أخذنا مكان في كلية الطب لأحداث حاضنة للعلاجات الحيوية إن شاء الله. كل الأبحاث والطلاب سواء على مستوى الآن الأندر جراديويت ولا البوست جراديويت حيكون في عنا شغل ضمن هذه الحاضنة، وأنا برأيي مخرجات هذه الحاضنة مفيدة بالتأكيد سواء على المستوى الطبي أو المستوى العلاجات بشكل عام، لكن عم نحكي عن لايشمانيا، عم نحكي على السرطانات بيضادات الدم، ايضا في بعض القضايا عندي طالبه انا هلا حكيت كمان من شوي بتعين ايضا اختبارات وزاره الصحه فيما يتعلق برقابه الادويه، حنشتغل على رقابه الادويه الحيويه مثل الانسولين، استهلاكه عالي جدا في سوريا. الحقيقه المتميزين عندهم افكار حلوه جدا وبدهم حاضنه يشتغلوا عليها، وكل ما تم خريج دفعه تماماً من البرامج الاكاديميه رح يتم انضمامها لهالحاضنه. بالتاكيد عودتهم هي حتستقطب العدد الاكبر منهم، لكن نحن في اطار توسيع كمان هيدا الحاضنه، لا مو بس الحاضنه، توسيع عملنا مع الوزارات والمؤسسات الاخرى لا ايضا لزرع للتشبيك ولزرع ايضا نقاط تميز حتى في مؤسسات الدولة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. التميز والإبداع هو دائما عنوان سوريا، لما دائما في هدف الإنسان بيسعى لأنه يوصل له، لوين بدك توصلي وشو هدفك؟
هلا يمكن انا اذا بدي اجاوبك لوين بدي اوصل بدي طول كثير بدي كذا حلقه رح اعطيك هلا اهم كثير شغلات اللي بحلم اني اوصلها. تفضلي خدي وقتك. هلا انا خلال 3 أسابيع تقريبا رح اكون في مباريات البلد، يعني بعد 3 أسابيع ببلش افادي الخارجي باختصاص. انا كثير مبسوطه فيه لانه كان خياري وبناسب طموحي ورغبتي. هلا اكيد بحلم كمل ماجستير ودكتوراه، بس يمكن لهون لسه ما بكون حققت شيء، ما بكون اضفت ولا قيمه مضافه. لسه في القيمه المضافه اكيد لبعدين، لانه هلا مثل ما قلت لك بجوابي الاول في شيء لازم يتطبق على ارض الواقع. ساعتها بقى ببلش تقولي انا برصيدي كذا، انا برصيدي كذا، انا قدمت لبلدي مثلا شغله معينه. بحلم هلا عم يقول دكتور ان انا يعني فكره الحاضنه مثل عطتنا هيك امل، يعني بوقت نحن كنا كثير بحاجه هو بصيص ضوء كانت لكم تماما، نحن بحاجه هيك مراكز يعني علاجيه نحن بحاجه هيك شيء، بحاجه ارض عمل لحتى نقدر نشتغل فيها. هلا بس انا يمكن عندي شغله تانية، انا بحلم اني ارجع ضيف قيمه بس للتجربه بحد ذاتها، لاداره التجربه بحد ذاتها. هلا لازم دكتور عامر يكون عملي اوكي لانه انا بامن انه الناس اللي قادرين يطوروا التجربه هن، نحن بحاجه للناس اللي اساسا هن عاشوها. يعني بتفيك تقولي على الصعيد العلمي وعلى الصعيد يعني لبعدين قدموا هم تطوير التجربة. أكيد نحن أنت بالأخير بلد الأزمة كلها، البلد العالم كله عم يتطور. أنت هلأ عندك شغلة عم تقولي أنا تفوقت فيها على عدة دول، بس أنت الدول حواليك كمان عم تنمو وتتطور، أنت بدك تضلي تتطوري. نحن بالأخير يعني لازم نضل عم نسابق، ما في اذا وقفنا ما عاد في مجال ابدا نرجع لورا تماما. يعني دائما ريج عجله العلم هي لقدام ماشيه، وطبعا بوجود هيك طلاب متميزين عم يسابقوا طبعا ليوصلوا لهدفهم، فهذا شيء بنفتخر نحن فيه. دكتور يعني بظل الظروف يلي عم تمر فيها سوريا، عم نلاقي الطلاب اكثر ابداع وأكثر تميز علمي ودائماً عم يحققوا مراكز متقدمة وميداليات وشهادات تقدير بالمسابقات العالمية والمشاركات الدولية. اليوم بالفعل طالبنا السوري قديش مهم أنه يبحث علمياً أكثر، وقديش عم تلاقي هالحماس يلي جواتهم وأنه هن بالفعل حابين يطوروا بلدهم علمي، قديش عم تلاقي هالروح الموجودة جواتهم وهالطاقة اللي عندهم؟ وهذا سؤال أساسي في كل مشاريع اللي بتقوم فيها أي دولة مع أو منها مشروع التميز. الحقيقة كيف تقدمي أنت لهؤلاء المتميزين البيئة الحاضنة اللي هن بيحسنوا ينتجوا فيها، هي أحد الإشكاليات يلي نحن مقصرين فيها. بدنا نحكي على طول دائما يلي إلنا ويلي علينا، هي موضوع البيئة الحاضنة واستقطاب المتميزين، استقطاب عودتهم، يعني القضية الحساسة يلي مفروض كل مؤسسات الدولة تشارك فيها. هذا المتميز هو عبارة عن كنز من الذهب، بس إذا الكنز تم بالأرض وما حسن طلعه أنا واستفاد منه وأسخله كمجوهرات ما بستفاد منه شيء، بتم هو بالأرض. صحيح بقول أنا عندي مخزون قوي من المتميزين، بس إذا مالي عرفان استفاد منهم وأظهرهم فهي الإشكالية. هي هذا مشروع دولة، وبالتالي الآن عرضنا لحنا مع السيد رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عرض على لجنة السياسات بالحكومة مشروعنا وتحميل مسؤولية لكامل قطاعات الدولة في رعاية هؤلاء المتميزين وتقديم الدعم اللازم لحتى نحسن نعظم الاستفادة من عودتهم إن شاء الله. والسيد رئيس هيئة التخطيط متابع معنا خطوة بخطوة إن شاء الله الأمور. أنا متفائل يعني طالما برجع وبقول الإرادة متاحة ومتوفرة فالأمور بإذن الله حتمشي بالطريقة اللي لحنا منتوق لها إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. يعني لما دائما مثل ما كنا عم نحكي عن الأهداف عم نحكي عن الطموح، رغم ظروف الأزمة بسوريا عم بنشوف الشباب متحمسين أكثر، عم نشوف في طاقة في روح لأنه يتابعوا مسيرة العلم. قديش أنتوا كشباب يعني رغم أنه في أزمة رح تطلعوا لبرا وإن شاء الله رح ترجعوا لنا طبعا رافعين، يعني شو الشعور يلي بيجي لكم وقت تقولوا أنه نحن رغم الأزمة رح نرفع اسم سوريا عالي؟ أنا بدي جاوبك على سؤالك بقصة صارت معي، أنه أنا عم بعمل مقابلة على السكايب مع الجامعة يلي بدي جيب منها القبول، فبتسألي انه انت وين؟ قلت انا بالشام. قالت لي انه ما عندكم ضرب بالشام؟ قلت لها انت سامعه عنا ضرب؟ قالت لي انه ما حاسمع بجزء من اتصال الانترنت. قلت لها اوكي. قالت لي انه الوضع منيح؟ قلت لها انا جاوبت جواب وهن صاروا يضحكوا، هن كانوا 3 دكاتره. قلت لها انه نحن عنا ضرب ولا ما عنا ضرب؟ نحن لساتنا عم نحلم ولساتني عم بعمل معك انه عم نعمل نحن مقابله لكمل انا بشيء علمي. ف
فبتسالني بعدين عم تسالني عن مشروع التخرج شو فكرته وكذا، فحكيت فصارت انه عم اقول لها استخدمنا تقنيات، صارت تسالني انه عن جد انتم عندكم هيك تقنيات؟ قلت لها اكيد عندنا. قلت لها وانا ما عندي شك ابدا انه اي حدا فينا، انه انا وزملائي كنا مقدمين على الجامعه، انه اي حدا فينا هو قادر ينافس بكل بساطه. فبدي اقول لك انه نحن ما تعاملنا ابدا مع الازمه لا كوسيله ولا كمبرر، وبتوقع وقت اللي بدنا نستخدم الازمه كمبرر نحن بنكون بدل ما يكون مدتها فتره معينه من السنين نحن عم نضربهم باثنين وبثلاثه وباربعه. وبتوقع هي مو بس انا كمتميزين، لازم كلياتنا كشباب بعمر الشباب كلياتنا نتحمل مسؤوليه انه يعني بالاخير هي البلد إلنا، ما حيجي حدا تاني ابدا يجي يصلحها. اكيد. فهيك يعني هلا حابه اجاوبك على السؤال. موفقه اكيد. شكرا. دكتور اليوم عبر برنامجنا شو بتحب توجه كلمه ورساله لكل هالطاقات الشبابيه يلي حابين يتركوا بصمه علميه ببلدهم؟ اول شيء لازم احكي نقطه كثير مهمه من خلال الخبرات المتراكمه. لسوريا طبعا اللي حكيناه قبل شوي صحيح ولاده، بس كمان قادرة تحدث مشاريع تميز. يعني أحياناً اللي احنا نتواضع زيادة، بس الحقيقة عنا إمكانيات كبيرة مثل ما رعينا المتميزين قادرين نوسع برامجنا إن شاء الله احنا إلى الأمام. هلأ في عنا مشاريع كتيرة إضافة لمشروع البرامج الأكاديمية، حنحاول نستقطب قريباً أيضاً المتفوقين والمتميزين في الوسط الجامعي، ونحاول قدر الإمكان نعمل برامج إثرائية لتغني معرفتهم سواء العلمية أو المعرفية بشكل عام، ونحاول أيضاً نستقطب هؤلاء المتفوقين المتميزين الموجودين اللي ما خضعوا لبرامج المركز الوطني المتميزين. أيضاً في عنا برامج كمان استقطاب المواهب سواء مواهب العلمية الثقافية الفنية، ممكن أيضاً نمشي فيها بهيئة تميز الإبداع. فالكلمة الأخيرة خلينا نآمن بحالنا أنه قادرين نساوي شيء. لحنا بسوريا برا بيشوفونا الآن عنا حرب، بس لحنا خلقنا من هالحرب الموجودة عنا، خلقنا أيضا شعور أنه قادرين لحنا نخدم وطننا بالطريقة يلي هي بترفع رأسنا وترفع رأس بلدنا بين دول العالم كلياتها. أكيد يعني بدنا نتمنى لك كل التوفيق لما، ودكتور دايما حضرتك داعم لهالإبداع العلمي، كمان نتمنى لك كل التوفيق بإدارتك للبرامج الأكاديمية. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا. شكرا لكم أكيد، ودائما نحن منفتخر بالإبداع السوري وموفقين بجميع مشاريعكم. شكرا كل الشكر والتقدير. شكرا. شكرا. شكرا.